صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد. الوصفة المعجزة، الوصفة السحرية، نتحداك تصيبيها او تجديها في اي موقع او قناة. هي حل لجميع مشاكل البشرة، وهي وصفة شاملة مكمولة. لن تحتاجي بعدها الوضع لا ماسك ولا تقشير او ترطيب او تونر. هي تجمع كل هاد الامور. حتى ولو كنت اهملتي نفسك واهملتي الاهتمام ببشرتك، او عجزتي عن معالجة حب الشباب واثاره، او الكلف العنيد او الوحم، الكلف العنيد من الوحم او من التعرض لأشعة الشمس او التجاعيد في الجبهة او الوجه بسبب جفاف البشرة، او النمش على اليدين او على الوجه، او الحبوب في الظهر واثارها، او حتى سواد الرقبة وخشونة وسواد في المرفق او الركبة، او سواد تحت الصدر، او كلف على الصدر. كل هذه المشاكل، يعني راكو تشوفوا، راهي مشاكل كثيره، وكل هذه المشاكل راح تحل بهذه المكونات فقط. والفرق ستلاحظيه في الاستعمال الاول، راح تلاحظي فرق رهيب. المكونات بسيطة ومتواجدة عندك في المنزل ومتناولة، يعني ما راحش تعجزي باش تدوري عليها وتصيبيها. المكونات هي ببساطة بودرة أو مسحوق الحمص، أو نأخذ حمص عادي يعني بدون نقعه، نأخذ حمص عادي وراح نرحيه أو نراح نطحنه لحتى نحصل على بودرة أو مسحوق الحمص، أو ممكن أن نشريه جاهز من المحلات. أيضا عندنا بودرة أو مسحوق الأرز، الكل يعني نعرفه كامل أهمية الأرز للبشرة، ورح نعرفوها في آخر الفيديو. أيضا راح نأخذ كمية من الأرز وراح نرحيه، يعني الأرز عادي سواء أرز مفور أو أرز الأبيض، يعني أي نوع أرز عندك راح نأخذه وراح نرحيه هكذا جاف. وراح نأخذ المسحوق نتاع الأرز، وراح نحتاج أيضا إلى كمية من أوراق الغار أو أوراق الرند، وراح نضطر أن نغلوها، يعني ما راحش نرحوها، ما راحش نأخذ مسحوق الأوراق تاع الرند، وإنما راح نأخذ هذه الأوراق وفي إناء فيه ماء، يعني كمية قليلة من الماء، راح نوضعها على النار لمدة 5 دقائق، وبعدها راح نصفي هاد الأوراق، نصفي هاد الماء، نأخذ هاد الماء. هاد الماء هو عبارة عن معقم ومنظف للبشرة، يعني ممكن هاد الماء وحده نستعملوه كتونر للبشرة، وخصوصا اللي عنده حب شباب، لأنه راح يعقم لنا البشرة تاعنا من الحبوب هذه، وراح يقوم بتكميش هذيك الحبوب وتنظيف كامل للبشرة من الآثار نتاع حبوب حب الشباب، سواء بتوزيعها بالقطن الطبي، يعني عادي ناخذ قطن نغطسه في هذا الماء، وراح نقوم بوضعه على الوجه او على كل حبة في الوجه. كذلك يمكن اخذ بخاخ ونوضع فيه الماء ونوزعه على البشرة ونتركه لحين ما يجف، يعني ما راحش نغسله بعدها، راح نتركه لحين ما يجف. نخلط كمية من الحمص، واللي هو معروف عنه انه يعالج التجاعيد والكلف العميق والكلف العنيد. ايضا راح نخلطها مع مسحوق، مع كمية مساوية ليه من مسحوق الارز. هنا ملاحظة فقط، انا لا انصح ابدا، يعني ما ننصحش باستعمال النشا او مايزينا. الفرق انهم النشا لا تعمل على تبييض الوجه، وانما هي تقوم بوضع، يعني عندما نستعمل النشا او نستعمل المايزينا، هي تكون طبقة، تكون طبقة بيضاء على البشرة فقط، يعني هي لا تقوم بتبييض الوجه. ايضا هي لا انصح بها ايضا لاصحاب البشرة الجافة، لانها راح تجفف، يعني تزيد من جفاف البشرة، وراح تزيدنا من التجاعيد، يعني راح تزيد تكترنا التجاعيد. هي فقط مفيدة لاصحاب البشرة الدهنية، لانها تمتص الدهون فقط، يعني هي المايزينا او النشا مهمته هي امتصاص الدهون فقط، لا هو مبيض ولا هو معالج للتجاعيد. العكس ان بودرة
بودرة الأرز هي المعالجة للتجاعيد وهي المبيضة للجسم للبشر، لأنها تعمل على تبييض على أكثر من طبقة من الجلد، أيضا يعمل على شد البشرة. يعني الأرز معروف عنه أنه يشد البشرة، سواء استعملناه كبودرة أو استعملناه كمقشر أو استعملناه كمغلى الماء الأرز، يعني نأخذ الأرز ونغليه ونرحيه مع هذاك الماء، أو نأخذ الماء فقط. يعني كل مستخلصات الأرز هي مفيدة للبشرة للتجاعيد وللتبييض، يعني هذو هما الفائدتين للأرز. راح نخلط الكل، وبعدها راح نأخذ منشفة مبللة بماء ساخن، يعني الماء يكون ساخن، نتركها فقط تدفى ونضعها على البشرة حتى تفتح هذوك المسامات، وبعدها راح نوزع هذا الخليط على البشرة بطبقة غليظة نوعا ما، يعني ما تكونش طبقة رقيقة وإنما طبقة غليظة. بعدها يعني بعد مدة تاع 15 دقيقة راح نتركها لمدة 15 دقيقة، وراح نقوم بتقشير خفيف جدا على البشرة اللي كانت مصابة بحب شباب. لا أنصح بالتقشير تماما، يعني نوضحها وبعدها نغسلها مباشرة. أما إذا كانت البشرة فيها آثار للحب، يعني هذوك النقاط السوداء أو فيها كلف، هنا ننصح بالتقشير بعملية دائرية للبشرة، بعدها نغسل عادي ماء دافي ثم ماء بارد. إذا كنت من الناس اللي ما يقدروش أو ما عندكمش الخاطر أنك توضعي ماء ماسك وتصبري عليه مدة، هنا ممكن ببساطة أنك تستعملي الوصفة أثناء أخذ الدوش أو الحمام العادي. يعني تأخذي ليفة وتوزعي عليها هذه الخلطة وتقومي بتوزيعها على الجسم مع القيام بالتقشير، يعني أنك توزعيها على الجسم كأننا يعني نقوم بهذيك عملية الحك أو تقشير الجسم العادي بالليفة. يعني هنايا راح نوضع فيها الخليط وراح نوسعوها على كامل الجسم ونقوم بالتقشير، ما راحش نوضعوها مدة ونتركوها، ولكن راح نقوم بالتقشير مباشرة. راح نركز على الأماكن اللي فيها السواد أو فيها النمش أو فيها الخشونة، راح نركزوا عليها. وأيضا بعدها راح نغسلوا عادي ونستعملوا الصابون نتاعنا اللي موالف نستعملوه عادي. إذا كان عندك حبوب في الظهر أو أثار حبوب في الظهر، هنا يمكن استعمال الماء نتاع أوراق الرند، يعني نغلوها في ماء أكثر، يعني نغلوها في ماء يكون كثير، ومن بعد هذاك الماء راح نشلوا به، نقوم بالتشليل الأخير للظهر كآخر شيء في الدوش، وراح نتركه يجف. راح تلاحظوا مباشرة، يعني مباشرة بعد أخذ الدوش راح تلاحظوا مباشرة نعومة ورطوبة غير طبيعية للجسم، خصوصا بعد أخذ بعد في الدوش بعد بمساعدة البخار تاع الحمام، راح يساعدنا على فعالية الوصفة. التجاعيد راح تشوفوها تقل بعد الاستعمال الثالث. البيوض البياض واختلاف وبهتان في لون الكلف راح تلاحظوه في الاستعمال الأول. أما الحبوب يعني بالاستعمال المستمر، يعني كل يوم، أنا أنصح كل يوم أو مرتين في اليوم نستعملوا ماء نتاع أوراق الغار أو أوراق الرند، راح تلاحظوا بعد يومين أو ثلاث أيام راح تلاحظوا انكماش في الحبوب، راح تلاحظوا نظافة في البشرة، وحتى الثقوب في البشرة راح تروح وراح تتكمش وراح يعني يعمل على انسداد الثقوب في البشرة. نتمنى إن شاء الله هذه الوصفة تكون تجربوها، وراح تدعوا لي فيها، تركوا لي تخلوا لي تعليقكم في أسفل الفيديو. إن شاء الله يا ربي تلقوا تصيبوا عليها نتيجة، ونتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله.